أحسن الله إليكم وأثابكم الله. يسأل عن الرابط الضابط الشرعي في صيام كبير السن. كبير السن مثل غيره، إذا كان يستطيع الصيام فإنه يجب عليه الصيام، وإذا عجز عن بعض الأيام فيفطر ويقضي هذا الذي أفطره. أما إذا كان ما يستطيع الصيام لا حاضرا ولا مستقبلا فهذا عليه إطعام مسكين عن كل يوم، كيلو نصف عن كل يوم، قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. والذين يطيقونه يعني لا يستطيعون صيامه، وفي قراءة يطوقونه يعني يشق عليهم. نعم.